سعادتك انا اعمل اي حاجه من اجل المخدرات عشان اخدها. اي حاجه اعملها تجيب فلوس عشان اجيب المخدرات. طيب خليني اسالك، انت عملت ان انت بقيت بتسرق، بقيت بتاخد حاجه لا. البيت وتبيعها؟ انا ممكن اسرق نفسي، اسرق حاجه بيتي. البيت بيتي. ايه كمان يا بدر، ايه كمان حاجات اتعرضت ليها من موضوع الادمان ده، ولا هي بس الحاجه دي ولا لا؟ في كتير سعادتك. زي ايه مثلا؟ ان انا زي اقول لك ان انا كنت ممكن اروح ابيع هدومي. غير ان انت تبيع حاجه في البيت. ايه؟ غير ان انت تبيع حاجه في البيت. ماشي، حاضر معاكي. كنت زي ما بقول لك ان انا كنت بقعد في وسط البلد، جامعه الدول احمد عرابي، ممكن انزل في الجيزه. كنت بشحت. طيب. من اي حد قابلني صدفه واقف مره في وسط البلد. ايوه. واحد وقف قدام مني كان معاه عربيه فخمه، مش فاكر نوعها ايه. فوقف، فروحت دخلت عليه. قلت له بعد اذنك انا اسف جدا، وقع في مشكله وعايز 5 جنيه. قال لي طب اركب. قلت له ليه؟ قال لي اركب، مش بتاعت 5 جنيه. قلت له قال لي طب اركب. رحت راكب. فروحنا دخلنا كافيه. فوانا راكب بقول له سعادتك رايح فين؟ انا طبعا عامل الخيال بتاعي ومش فارقه معايا ده رايح فين ولا جاي منين، انا عادي رايح. وانا راكب معاه عايز ان اسمك ايه وانت بتعمل كده ليه فرحت بقول له عندي ظروف، يعني ولا اصلا بقول له ان انا باخد حاجه ولا بتاع، قلت له عندي ظروف. فروحنا كافيه، فطلع الشخص دوت شاذ، طلع الشخص ده شاذ، طلب مني ان هو يمارس معايا مقابل مادة، يعني فلوس. فانا طبعا رفضت. طلب منك كده في الكافيه؟ بس جابها واحدة واحدة، وجابها بالشياكة وكده. طلب مني ان هو يمارس معايا. قلت له انا مش كده. فراح مطلع لي 200 جنيه ورقة واحدة. خدتها. حطيتها في جيبي. فقلت له طب ماشي خلاص، قعدنا شوية وكده. قلت له طب ماشي خلاص وما اعرفش ايه وخلاص. روحنا ركبت معاه رايحين شقته. كان قاعد في اكتوبر. فاحنا ماشيين في كشك، قلت له اقف عنده ثواني، عايز اجيب سجاير واجيب عصير. انا بقول له كده. وانا خدت الفلوس معايا وانا قاعد في هناك في الكافيه، يعني ده قال لي خد حط دي في جيبك ولما نروح عندي وبعد ما تخلص وتمشي هديك تاني واحده تاني زيها. قلت له حاضر. رحت فنزلت معايا. فنزلت عند الكشك عشان اجيب سجاير واجيب عصير. عديت الناحيه التانيه رحت خدت تاكسي ومشيت. اخدت ال 200 جنيه ومشيت، ما رحتش معايا. فجت بعديها بكام يوم وانا قاعد في وسط البلد في هناك كافيه. هناك في كافيهات اسمها البورصه. دخلت في مجال اني ممكن واحد يطلب مني واحده اجيبها له. انا بعمل كده ليه؟ انا باخد فلوس عشان مخدرات، المخدرات وصلتني ان انا اعمل كده.